أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنصة. تعتبر السفارات قطعة من الوطن في دول المهجر، يلجأ إليها مواطنوها وقت الحاجة، فتكون ملاذهم في المنفى وبابهم للوصول إلى الكثير من التسهيلات. تعمل هذه السفارات على تسهيل أمور مواطنيها في دول المهجر، تحمي حقوقهم من الضياع، وتسهر على رعاية شؤونهم، وتحل أي إشكاليات تعترض طريقهم في دول المهجر. هذا هو المعروف عن كل سفارات دول العالم، فهي خادمة لمواطنيها وراعية لمصالحهم. لكن ماذا عن السفارات اليمنية؟ الجواب لا يبدو أنها كذلك، بل على العكس تماما، أصبحت مكائن جبايات حسب وصف الكثير من المهاجرين اليمنيين. تفرض معظم السفارات مبالغ مالية كبيرة على أبسط المعاملات، وأصبح لجوء المواطنين إليها وقت الحاجة يشكل عبئا إضافيا عليهم. وصار الكثير من اليمنيين يفضلون التصرف بمفردهم على الرجوع إلى سفارات بلادهم. يضاف إلى ذلك تحول بعض السفارات إلى وكر للفساد والمحسوبية، وصل حد سرقة بعض السفراء للمنح الدراسية الخاصة بالطلاب. عن فساد السفارات والقنصليات اليمنية واستغلال القائمين عليها لمواطنيها سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة. لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، نذكركم أنه بإمكانكم المشاركة في موضوع الحلقة من خلال الاتصال بالأرقام الخاصة بالبرنامج والموضحة أسفل الشاشة. ونبدأ باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة، ومعنا حنان محمد من ماليزيا. مرحبا بك حنان، مساء الخير. أهلا وسهلا، مرحبا، مساء الخير. اهلا بك حنان. حنان، كيف هو وضع السفاره اليمنيه في ماليزيا؟ هل كان لك تجربه بالتعامل مع السفاره اليمنيه هناك؟ نعم، للاسف كان لي تجربه سيئه، ومع الاسف انا اصبحت ضحيه بسبب سفارتنا في كوالالمبور. مرأسه الدكتور عادل باحميد والقنصل بلال الاكواع، سبب انه انا ضاع جوازي. رجعت إلى السفارة، السفارة تكلموا معي، قالوا ما عندناش دفاتر في الوقت الحالي، ممكن إنك تعدلي الموضوع وتجيبي جواز من خارج كوالالمبور. طبعا تواصلت مع أقربائي في السعودية في جدة، جبت جواز من جدة، وبعدها رحت لعندهم قلت هذا الجواز، فأعطوني ورقة نقل بيانات الجواز القديم إلى الجواز الجديد، وذهبت للإميجريشن الماليزي. الميجريشن بدأ يسألني ويحقق معايا من فين جبت الجواز هذا، كم من سفارتي. عموما حجزوني، تم احتجازي، تواصلت مع السفارة. السفارة في البداية كانت متعاونة معي، حضر واحد من موظفين السفارة مسؤول عن القضايا اللي هو الأستاذ أبو حاتم. فمن ثم طلبوا الميجريشن متطلبات، ومتطلبات السفارة ما نفذتها شيء، اللي هو جواز إصدار كوالالمبور، تذكرة دخول البوردينج باس، سبيشال باس وغادر البلاد. فطبعا كنت كل يوم اروح لعندهم للسفاره، كيف قالوا لسه مني رد من الميجريشن، كيف رد من الميجريشن، والميجريشن كلمكم ايش تعملوا؟ قالوا الجواز هذا مستقبله ونقدر نحن نمشيك فيه. فمن ثم كنت اكلمهم، انا خلاص كنت بكسر الفيزا، باقي 5 ايام، باقي 4 ايام، باقي 3 ايام، باقي يومين، قالوا لي لو كسرتي بنطلبك مع الكاسرين المخالفين، بعدين تم الكسر. فمن بعدها في عصابة يمنية هنا موجودة في كوالالمبور، للأسف السفارة ما قدرت تتعامل معهم ولا قدرت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة ضدهم، اللي هو محمد الكدس ومحمد منصور الحوشبي. أبلغوا الشرطة الماليزية أننا تمت كسر فيزتي وأننا خالف. الشرطة جت قبضت علي باستدعاء منهم، اتصل لي واحد منهم فنزلت على أساس أقابله أشوف إيش الشيء مني. فالشرطة أخذتني وحققت معايا وعملت لي قضية إنه أنا ما عندي دوكيومنت ومهجورة جنسية ومهجورة هوية لأن ما عندي جواز. عموما أخذوني للحاجز وقعدت 14 يوم في الحاجز، ثم بعد الحاجز تحولت إلى محكمة، وفي المحكمة تحولت إلى السجن المركزي، قعدت 2 شهر و10 أيام. والسفارة ما تدخلت ولا عملت لي أي حل، وكانوا قادرين بفكرة فقط يطلعوني من السجن. أصدقائي وزميلاتي هنا في كوالالمبور ساعدوا معايا، حولوا لي محامي. طبعا أنا كنت لازم أترحل على اليمن بحكم أن أنا كاسرة الفيزا بسبب السفارة،
فالحمد لله رب العالمين، يعني كانت ولادة أرحم الراحمين فوق الكل. ساعدوا معي أصدقائي، جابوا لي محامي، طلعت طبعا بمعجزة من أرحم الراحمين لماليزيا، المفروض أنا كنت أترحل على بلادي، بس الحمد لله. نعم والآن حنان. بعد ما طلعت من السجن أعطيتهم جوازي، قلت لهم هذا جوازي صلحوا لي فيزتي، قالوا خلاص أوكي بنصلح لك جوازك ونصلح لك موضوعك. جوازي قاعد عندهم شهر ونص، لا قبل 3 أيام قالوا للأسف ما نقدرش نعمل لك أي شيء، أنت عليك ريكورد لازم تترحلي على اليمن. طيب سفارة وكبرها ما تقدرش تصلح جواز واحد كافر، وهنا في 2000 يمني كافر داخل كوالالمبور، يعني شيء مش مصدق بالعقل. للأسف أنت لازم تغادري مغادرة بفوري، وأعطوني جوازي وهو فاضي ولا عملي لي أي شيء. نعم، وإيش وضعك الآن يا حنان؟ وضعي الآن لا عندي جواز، عندي جواز فاضي، لا في فيزا ولا أنا، وضعي الأمني غير صحي جدا، يعني أنا خايفة حتى إنه ما أقدر أطلع وأدخل وأخرج زي زمان، بسبب إنه أنا ما عندي جواز، ما عندي هوية فعلا، يعني بسبب السفارة هي قادرة إنها تصلح جواز. نعم حنان، رسالة تحبي توجهها بخصوص وضعك أنت، من تحملي المسؤولية ومن تناشدي لي مساعدتك ربما في هذا الوضع الذي تمر به؟ أنا أناشد رئاسة الوزراء، أناشد رئيسنا في المملكة العربية السعودية، أقول له للأسف أنت حطيت مقاعد في الموظفين الدولة مش عارفين شغلهم، للأسف التجأت لهم وهم ما قدروا يعملوا لي أي شيء، وهم قادرين بس مش عارفة ليش تعاملوا معي هذه المعاملة. ما حصلتش يا أختي العزيزة أنه في بنات يمنيات ينسجنوا في ماليزيا إلا في العهد هذا، في العهد القادم ما سمعناش في كوالالمبور أنه في بنات يمنيات ينسجنوا ولا حتى شباب إلا في العهد هذا، ولما تجي تحاسبيهم وتقولي لهم ليش لماذا وكيف، هذا قانون ماليزيا التزموا فيه. طيب قانون ماليزيا يقول لكم تقدروا تخرجوا حقكم الرعاية مذكرة، فقط مذكرة تقدروا تخرجوهم من السجن، ليش هم ما حضروا؟ طبعا أنا مش أنا الوحيدة اللي انسجنت، انسجنوا معايا 3 بنات، أنا ثالثتهم، أسماء وشذا معروفات منهم والسفارة تعرف منهم، بس أنا أكثر واحدة مكثت. هم قاعدين من 14 يوم تحت التحقيق وطلعوا، أنا تحولت لسجن مركزي، أنا الآن وضع الأمني مهزوز، سمعتي الآن طاحت، بنت يمنية انسجنت داخل كوالالمبور والسفارة ما قدرت تعمل شيء. نعم حنان، نتمنى أن يتم حل موضوعك، وأن نتمنى أيضا أن تصل مناشدتك، ونتمنى أيضا من السفارة اليمنية أن تقوم بواجبها، وهذه مناشدة منا للسفير اليمني في ماليزيا بتحمل مسؤوليته تجاه قضيتك وأيضا بشكل عام. شكرا لك حنان أنك كنت معنا ضيفة في هذه الحلقة، شاركتينا قصتك. شكرا لك حنان. اتصال آخر من روسيا معنا، واس سعيد شريف، مرحبا بك واس، مساء الخير واس. مساء النور، مرحبا بك يا اختي. اهلا بك واس، كيف هو الوضع في روسيا؟ اخبرني المعد انك كان ايضا لك قصه مع المعاملات في السفاره اليمنيه في روسيا. والله انا اتكلم كذا باختصار بدايه، لانه اذا نحتاج الى ساعات لحديث عن القضايا والفساد في السفاره والملحقيه هنا. نعم تفضل. هناك الكثير من القضايا، منها انه بسبب بدايه الحرب لم تكن تعمل وزاره التعليم العالي، فمثلا في روسيا كانت لدينا الكثير من المنح الدراسيه للطلبه اليمنيين من الروس، فكان السفير يبيع ويشتري بالمنح ويرسل بعضها الى صنعاء للحوثيين في تلك الفتره. بعدها جاء السفير الوحيشي فاستقل منصبه للاسف، ويلتقي هو سماسرته برؤساء الجامعات، يخرج منهم منح ومقاعد كثير، ف بمساعدة سماسرة حقه يبيعهم للأسف بدل ما يوزعهم للطلبة اليمنيين بشكل تنافسي. فالعديد من القضايا ذكرها، زميلنا قصيص له يقبع في السجن منذ أكثر من 4 سنوات، يعني بسبب جاس مسكوه معه، والطالب كمان أنكر أنه هذا الجاس ما كان له، وربما واحد سواها له حتى يورطه. فالتقينا قبل فترة بالملحق العسكري في السفارة، وأكد لنا أنه لولا استهتار السفير الوحيشي وبالقضية لكان قد تم أطلاق سراح سفيرنا زميلنا في الأشهر الأولى من سجنه. فأيضا حفل مرور العلاقات اليمنية الروسية 60 عام، كان الداعم للحفل شركة جوزناك والسفارة السعودية وزارة الثقافة الروسية ووزارتنا الخارجية،
يعني ايش حضر؟ كان على اساس يحضر احمد فتحي وبلقيس الغناء في هذا الحفل الفني، الا ان بلقيس بعدين اعتذرت. ليش؟ لانه شافت السفير عمل قاعه طلابيه للمحاضرات فقط وليس بالمستوى المطلوب، وفشل حفل السفير الوحيشي والقابلهم على اللي تحته. ف للاسف اغلاق بواب السفاره في وجوه الطلاب باستمرار، يعني سجن الطلاب، انا احد الطلاب المسجونين، يعني خرجنا من السجن بعد ضمانه يعني من اصدقاء لنا هنا، والسفير كمان يكذب ويراسل اي واحد من ما راسل يرد عليه بانه هو من اخرجنا. كذلك تكريمه لباحثين روس يدعمون في اغلب كتاباتهم الحركه الحوثي الارهابيه رغم انهم مثل الشرعيه في الدوله المستضيفه. ومنذ ان تم تعيينه بمنصب السفير اليمن لم يكلف نفسه بالسؤال عن مشاكل الطلاب وتبني همومهم. وحينما قمنا بفضحه وبعد ان زجبنا في السجن قام بارسال مدير عام البعثات بنفسه، الذي احنا كنا امام السفاره عندما سجلنا، جينا نقابل مدير البعثات، فاصبح مدير البعثات اداه في يده انه يرسلها لجامعتنا. يعني اعتقد انه بيجد علينا اي مخالفه بسيطه، يوهم من بالداخل باننا طلاب لا ندرس او مخالفين لكي تنقطع مستحقاتنا، لكنه لم يجد الا طلبه المتفوقين في جميع المجالات. يشكني كذلك انه مدير عام البعثات بنفسه، يعني كنا ننتظر منه يحل مشاكلنا، اصبح اداه في يد السفير بسبب ضعف شخصيته وما اعطاه منصبه حتى حقه. يعني شيء مؤسف صراحه. نعم، واس برايك ما سبب هذا الاداء السيء للسفارات في الخارج؟ الموظفين في السفارات على عكس الموظفين الحكوميين في اليمن رواتبهم منتظمه، امورهم كويسه، ليش ما يقوموا بواجبهم؟ ما سبب كل هذه السلبيه؟ هل مثلا هم يتعاملوا معكم هكذا عشان يدفعوكم مثلا لدفع مبالغ مقابل هذه المعاملات، رشاوي ام ماذا؟ والله بسبب انه بالداخل ما فيش عليهم مراقب اصلا، واصبحوا يعني بعد فتره الحرب الان اصبحوا ياخذوا حريتهم ويسرحوا ويمرحوا ويسووا بكل شيء. يعني اصبحت اغلب السفارات يعني فاسده وتدار بطريقه فهلويه معتمده بس على الوساطات، محسوبيات، سوء اداره وعجرفه يعني من الموظفين، بس تلحق الاذى المتاذي بس افراد الجاليات اليمنيه هنا. نعم. كثير يعني منهم يستخدم السفارة أما تحقيق مآرب شخصية، و يعني في ناس الأكبر منهم فاسدين يعني في الداخل. فمثلا على سبيل المثال عندنا في روسيا يعني كثير منهم قد انتهت صلاحية أعمالهم هنا، فلا زالوا باقين في أعمالهم ويشتغلوا، لكن واحد منهم اللي هو القنصل السابق يعني طردوه ومعه هنا 9 أطفال ومبهذل. ليش؟ لأنه من أحد الذين رفضوا التوقيع على يعني تغيير مبنى السفارة بشقة، يعني رفض. فللأسف أوسان العود يعني منه موقف بجانبه يعني أبعده، ولا زالوا الذين يساعدونه على السرقة يعني خلاص، يعني في الذي بالداخل الكبار بيقولوا لهم انتوا بنخليكم رغم انتهاء فتره اعمالكم تداوموا، كمان بنجيب لكم المبالغ تساعدونا. ويجي واحد مثلا من اليمن وكيل وزاره ولا وزير ولا مر على السفارات بالخارج واخذ المستحقات كثير من غيرها. مدير البعثات بنفسه يعني الذي كنا نعول عليه وجينا للسفاره واستجنا من امام السفاره، كنا منتظرين انه يقابلنا يسمع منا ويحل مشاكلنا، هو بنفسه مسجل 4 من عياله في روسيا يعني باسماء وهميه كذا، مش طلاب حتى، وكذلك زوجته. وفي الاخير يعني سافر اليمن، استلم مستحقاته ومستحقات اولاده وكذلك المخصصات الذي انه جاء لروسيا، وروح اليمن بدون ما يلتقي بالطلاب. وسوينا ورقه رسميه لا عنده، نحن نريد مقابلته، ورقه رسميه لا عند سفير نريد مقابلته رغم بعد ما سجننا وكل هذا، لكن لا احد لمن تنادي للاسف. نعم، مش حكومة لا رقابة ولا فوضى. إذا واس سعيد شريف كنت معنا من روسيا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر هذه المرة من الهند، معنا هيثم الشجاع. مرحبا بك هيثم، مساء الخير. أسعد الله مساءكم بكل خير أختي العزيزة. مساك هيثم، أهلا بك هيثم. كيف هو الوضع في الهند؟ كيف هو أداء السفارة اليمنية في نيودلهي؟
أولا أتوجه بشكل جزيل لشخصكم الكريم ولمشاهديكم الكرام قناتكم الموقرة لإعطاء هذه المساحة لمناقشة هذا الملف المهم والمهم جدا، والذي يعني بمعاناة الطالب والمغترب اليمني في الخارج بشكل عام وفي الهند بشكل خاص. أختي العزيزة، بالنسبة للسفارة في الهند هي عبارة عن سفارة منفية تماما تماما تماما، يعني من رئاسة الدولة إلى رئاسة الوزراء إلى وزارة الخارجية. لدينا نخبة أو بعثة دبلوماسية لم تتعلم من الثقافة الهندية سوى ثقافة العصابات التي نشاهدها في أفلام بوليود الهندية للأسف الشديد. أقولها بصراحة، دعيني اسمحي لي أختي العزيزة أن أعطي، لو أعطيتني المجال من الوقت، أن أعطي لك هذه النقاط على ثلاثة محاور. لو كان عندك سؤال ممكن تتفضلي، أو ممكن أبدأ في المحاور الثلاثة وهي يعني أخصصها في نقاط محددة. نعم. أولا، البعثة الدبلوماسية تتعامل مع الطلاب اليمنيين والمغتربين اليمنيين كخصوم لا كرعايا، مما أدى إلى خلق فراغ كبير ومسافة كبيرة بين السفارات وملحقياتها وقنصلياتها مع الطالب اليمني ومع المغترب اليمني. يعني يذهب المواطن اليمني إلى باب السفارة وكأنه جاء من القطب المتجمد، وليس يتعامل معه كإنسان نكرة، يعني لا يسمح له حتى بالدخول إلى بعد اتصال الإدارة في الداخل وتوقيع إلى ما شابه. يعني هذه أول نقطة. نعم. من ضمن هذه النقاط أيضا، من ضمن هذه المسافة التي خلقت بين البعثة الدبلوماسية والطالب اليمني هو الجوانب الأمنية والقانونية. على سبيل المثال للحصر، هناك ثلاث حالات لطلاب يمنيين يقال أنهم انتحروا في ظروف غامضة. أولهم موسى الوجيه رحمة الله عليه، الزميل موسى الوجيه كان يدرس في معهد اسمه National Institute of Technology وهو من أرقى المعاهد الهندية، وكان لديه منحة من ICTR، منظمة ICTR، سجلت حالته على أنه انتحر من الدور الرابع في سكن الجامعي. لكن للأسف الشديد وجد المحققون أن في ظهره طعنتين، هذا يدل على أنه طعن من الغرب ورمي من البلكونة في السكن الجامعي. الطالب الثاني اسمه خالد محمد نايف ابن الوالد الأكاديمي محمد نايف في جامعة صنعاء، ولد مهذب وذكي ما شاء الله عليه. في يوم وليلة يأتون وهو مشنوق يعني على المروحة، للأسف الشديد يبقى السجن كحادث انتحار. يعني السفارة لم تكلف نفسها حتى ثلاثة أيام لمتابعة قضيته وملفه. نعم هيثم، أنت وصفت العلاقة ما بين موظفين السفارات والمواطنين بالخصومة، أنهم يرونهم كأنهم خصوم. برأيك ما سبب هذا الوضع السيء وربما الغريب بين السفارات والمواطنين؟ هنالك بعض الموظفين من السفارات يقولون أنه عندما يذهبون للسفارات تكون المعاملة سيئة، تفتقر للأدب وحسن السلوك. ما صحة هذا الكلام؟ أختي العزيزة، هم يتعاملون مع الطالب اليمني بهذا الشكل لأنهم منشغلون بالتجارة، منشغلون بتجارة الاستيراد والتصدير بتهريب القات. مؤخرا دعيني أنوه إلى هذه النقطة المهمة والجد خطيرة، مؤخرا قبض على نائب رئيس الخطوط اليمنية يحيى الحداد في مطار مومباي وهو يهرب القات، يهرب قات بسعر بحوالي تكلفة $15,000، طبعا معي الإثبات في منشرة جريدة إنديان تايمز، يعني تايمز عفوا في إنديا، نشرت وانتهت من الرأي العام الهندي وشوهت صورة الهنديين. نشرت في صفحتي في الفيسبوك على هذا الموضوع. للأسف الشديد دخل احد موظفي السفاره ويدعى معاذ الجبوبي، دخل يهدد ويرعب ويجبد ويهددني انه سيفعل وسيفعل وسيفعل. انا نشرت تهديداته على صفحتي في الفيسبوك، يهددني لاني فقط انتقدت اداء السفاره. يعني بدلا من ان على كل ما يقوم الطالب اليمني برفع شكوى الى السفاره اليمنيه بسبب قصور او ما شابه او عراقيل قانونيه قد يواجهها الطالب في مكتب الاف ار ار او فورن ريليشن شيب ريجستريشن اوفيس، هذا مكتب الهجرات الذي نعامل فيه الجهاز، يقولون يجب عليكم ان تتقيدوا بقوانين البلد المضيف.
لكن للاسف الشديد يكون لا يوجد اي مشكله يعني بالموضوع يعني من قبل الطالب. نحن الان اصبحنا نقول اننا يعني نهيد بسفارتنا وبعثاتنا الدبلوماسيه بالتقيد بقوانين الهند وليس الطالب اليمني، الطالب اليمني طالب مكافح ويؤدي اداء رائع جدا، ياتي بدون لغه بظروف ماديه متعبه ومرهقه جدا، ولكنه يثبت جدارته وينافس على الدرجات على الاوائل وينجح ويتخرج. هذه هي المشكلة، أنهم مشغولون في تهديدات الطلاب، مشغولون في أخذ العمولات من المستشفيات. تخيل يا أختي العزيزة، يأتي المريض اليمني أو الجريح اليمني من اليمن يكون قد باع ذهب زوجته أو أرضية أو بيت، أحياناً يأتي للعلاج في الهند، فعندما يذهب إلى المستشفى، وهذه التجربة حصلت لي على الإطار الشخصي، كنت مع أحد الأصدقاء كنت أترجم له في المستشفى طبعا وهو من نعم هيثم وصلت الفكرة. للأسف هذه سلوكيات بلاطقة وميليشيات وليس سلوكيات دبلوماسيين ورجال دولة. الله المستعان. شكرا لك هيثم الشجاع، كنت معي من الهند. شكرا لك هيثم. اتصال آخر من مصر من القاهرة، معنا رمزي الفندي وهو صحفي. مرحبا بك رمزي، مساء الخير. مرحبا فيك أختي أمل وبطاقم برنامجكم الجماهيري المنصة، وأرحب بضيفكم الكرام جميعا. أهلا بك رمزي، كيف هو الوضع في السفارة اليمنية في القاهرة؟ ربما هي أكثر السفارات التي يشتكي منها الناس. طبعاً أكيد تفضل. أكيد هناك أشياء فريدة من نوعها في سفارات القاهرة مقارنة بالسفارات الأخرى، وهناك طبعاً الفساد مستشري في جميع السفارات وكل مفاصل الحكومة في الوضع الاستثنائي هذا. الكلام عما يدور في سفارة الشعب اليمني، أنا أسميها سفارة الشعب اليمني حتى لأنها بقيادة لوبي أصلاً، بعد ذلك بنسميها سفارة الجمهورية اليمنية. الكلام عما يدور في سفارة الشعب اليمني بقيادة الرئيس اللوبي محمد علي مارب لا تكفي عن تفاصيل حلقة، بل يحتاج لحلقات وحضور على كل الشاشات لكشف كل الأوراق والوثائق. ولكن بهذه المداخلة سأطرح بعض المواضيع باختصار، علما أننا أول من أطلق حملة التصحيح ضد الفساد الدبلوماسي، وذلك في 29 من شهر نوفمبر العام الماضي أطلقنا الحملة التصحيحية من مقر مبادرة فندي إنسان في شارع السودان، والذي لا زال مكتبها مغلق منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا، ونتكبد خسائر إيجار المكتب ولا نستطيع فتح المكتب وسحب أثاثنا وأدواتنا وتسليم العقار المكتب لصاحب العقار، وذلك لأسباب المضايقات والمطاردات والتي نعانيها من مكتب السفير ومن يواليه. وأنتم وجميعنا يعرف أن مصر بلد عربي شقيق، وللمصريين كل الحب والتقدير على كل التسهيلات اللي منحوها لنا كيمنيين سواء نازحين أو مقيمين على أراضيها الطيبة، ولهذا يجب أن يكون هناك سفير بحجم دولة مصر ووزنها بمثل يمثل الجمهورية اليمنية دبلوماسيا وسياسيا وبروتوكوليا، وأن تكون هناك بعثة دبلوماسية مدربة فاهمة معنى تمثيل الدبلوماسي، طبعا مع تقديرنا للكثير من الكوادر الدبلوماسية بالسفارة، شخصيات دبلوماسية قديمة لها خبرة طويلة بالمجال الدبلوماسي سواء قيادة ملحقيات أو دبلوماسيين إداريين، لا غير ذلك، هم إيجابيين وهؤلاء عدد محدود جدا ولا علاقة لهم بالكم الهائل من الدبلوماسيين الذي رضوا واسترضوا أن يكونوا مع لوبي السفير محمد مارم ومع بعض الموظفو السفارة الذي استقطبهم مارم أخيرا من الداخل. لو تكلمنا عن الفساد الفريد من نوعه بالواقع في سفارة الشعب اليمني في القاهرة وقرناه بفساد بعض السفارات في دول الابتعاث الأخرى، نحن لا نتحدث فقط عن 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 فساد بيع وشراء وسرقة المنح الدراسية، ولا عن وساطات ومجاملات فقط، مثل هذه المواضيع تحدثوا عنها الكثير، ما لم يتحدث عنه الآخرون هو كيف يتم بيع المنح ولمن وبكم يتم بيع المنحة سنويا. مصر بموجب الاتفاقية التعليمية كانت تمنح اليمن 45 منحة تسمى منح التبادل الثقافي، ذهب مارم للجانب المصري وطالبهم برفع العدد لليمنيين، فكان له ذلك من الجانب المصري مشكورين الجانب المصري، وتم زيادة العدد إلى 60. تخيلي يا أختي، من 60 منحة سنوية يحصل الطلاب المستحقون المتفوقون من أبناء عامة الشعب اليمني على 15 منحة فقط، وال45 منحة السابقة الذي يتم منحها من الجانب المصري كتبادل ثقافي يتم توزيعها للسفير مارب 20 منحة. أين وزارة التعليم العالي من كل هذا رمزي؟ أنا سأجف في الكلام كله ولا يهمك. ويتم توزيع من ال 45 المنحة، من ال 60 المنحة يتم 15 منحة فقط لا غير لأبناء الشعب المستحقون. نعم. وال 20 وال 45 المنحة 20 منحة تذهب إلى مارم
و20 منها لمارم وحمود القدمي، 10 منها حمود القدمي، هذا هو رئيس الدائره السياسيه وهو يعتبر الملحق الثقافي الفعلي. طبعا ال20 منحه الذي يشرفها مارم يتولى بيعها لوبي، هذا اللوبي او هذا المشرف رمزي ومعلم يعمل بكل احترازيه، ولو ياتي له من اتى يريد شراء منحه لا يمكن بل مستحيل ان يتجاوبوا مع اللوبي هؤلاء، مع من يعني لانهم عاملين حساب لكل خطوه ولا يغامروا ولا يتعاملوا مع احد لهم سماسره خاص في هذا الجانب، ويعملون معهم. طبعا سعر المنحه يتراوح ما بين 7000 دولار الى 12000 دولار تصل منحه الطب خصوصا، وكذلك العشر المنح التي لحمود القدمي وللوبي الخاص يتولى عمليه البيع والشراء لوبي اخر، وال15 المنحه المتبقيه من ال45 الذي دائما يتكلموا عنها الناس ومش عارفين فين تروح على اساس انها تروح لابناء الدبلوماسيين. طبعا ابناء الدبلوماسيين ليس لديهم كلهم ابناء جامعيين يعني طلاب في الجامعه، لذلك يتم اخذ 4 أو 5 منح من لديهم ابناء في اخر المطاف، ويقامل بها مارم اصحاب الرسائل والمسؤولين والذين ياتوا الى المكتب والذين يبعثوا لاقاربهم وابنائهم من اعضاء مجلس النواب من المسؤولين المقيمين في القاهره. نعم رمزي، ما هي مصادرك لكل ما تقوله حتى يكون المواطنين على اطلاع؟ انا امتلك الوثائق وامتلك الادله الدامغه، وانا عملت معهم وانا مسؤول اعلامي سابق للمركز الثقافي اليمني وعندي بطاقتي لذلك، وامتلك كل شيء، وكل ابناء القريه اليمنيه يعرفوا من هو رمزي ويعرفوا المبادره ويعرفوا الحمله ويعرفوا ماذا صنعنا وماذا كنا نفعل وماذا نفعل لابناء القريه وما نقدم، وهذا شيء واجب علينا، ويحاربونا يحاربوا العمل منظمه المجتمع المدني. كان هنالك من قبل رئاسة الجمهورية لجنة تحقيق مع مارم على خلفية المنح التي قام بسرقتها، لأين وصل هذا الموضوع؟ اللجنة لا تزال موجودة. أضيف إلى ذلك الكارثة الأخرى والذي عايز أقولها لك، وهي يتم سرقة وبيع مقاعد أخرى غير ال 45، يتم سرقة وبيع مقاعد أخرى كثيرة جدا وأكثر من عدد منح التبادل الثقافي وبالعملة الصعبة، وأمتلك كل ما يثبت عن كلامي بالأدلة الدامغة وأنا مسؤول عليه. وهي أن هناك عدد من الطلاب متفوقون يأتون مبتعثين من وزارة التعليم من الداخل، يوصل إلى مصر ما يعجبه الوضع أو ما يتأقلم أو يتم تحويله إلى بلد آخر للدراسة مثل أوكرانيا أو روسيا أو تونس أو المغرب أو السودان، أو يعود بعضهم يعود إلى اليمن، يتم هنا بيع مقعد دراسي، ويتم التنسيق بين اللوبي في وزارة التعليم العالي، هناك لوبي برضه لبيع المنح في التعليم العالي، وكما كذلك اللوبي في السفارة، وهذا ينطبق على كل السفارات طبعا وليس السفارات الجمهورية اليمنية في مصر فقط لا غير. تحدثنا كثير عن هذه الأشياء، استقطب السفير مارم بطانته الخاصة بعد شهر من تعيينه، واتى بيده اليمين رمزي بمعلم والذي قلبه من جامعه عدن واستحدث له مكتب، نحن في السفاره هنا نسمي هذا رمزي بمعلم المشرف. نعم رمزي، لم يعد لدي وقت، هنالك سؤال اخير وباختصار رمزي لو سمحت، ماذا بالنسبه لاسعار المعاملات والرسوم، هل هي كما هي محدده من قبل الحكومه ام ايضا فيها تلاعب؟ يجب ان تعلمي ويعلم الجميع ان هناك شيء اسمه الدخل القنصلي، وهذا بقرار من رئاسه الوزراء، وهناك دخل يسمى الدخل الاضافي، الدخل الاضافي هذا غير قانوني اطلاقا وغير منظور ويختلف من سفاره الى اخرى، ولكن عندنا في السفاره اليمنيه بمصر يعملوا زياده لمبالغ مهوله جدا ويشتغلوا بهذا ويوجدوا عدد كبير من ابناء واستغلوا عدد كبير من ابناء الجاليه اليمنيه لهذا الغرض. طبعا سعر الجواز هو 95 الجديد 95 دولار، تخيلي مثلا الخارجيه زي ما قلت لك انا في الدخل القنصلي 30 دولار المفروض اللي تورد، ما تبقى من ال 95 دولار لا تورد، كل خميس وتخيلي في الشهر 4 أسابيع 4 مرات كل خميس تورد ما لا يقل عن 10,000 دولار الى 15,000 دولار البنك الاهلي المصري الى حساب السفاره، هل هذه تتورد الى خزينه الخارجيه؟ نعم شكرا لك رمزي. لا اعتقد ذلك، وانا متاكد انه لا تورد على ذلك. بالله عليك بقول لك شيء، معلش اسمحي لي، بالله عليك ايش من سفير يعني لا يعترف يعني لا يفهم في الدبلوماسيه ولا في البروتوكولات الدوليه، يمد يده مثلا على تخيلي على واحد من الدبلوماسيين حتى انه لا يتبعه، يتبع مندوبيه الجامعه العربيه، اوجه له التحيه طبعا محمد معوض الان هو نائب سفير في مدريد. فكثير من التجاوزات في المركز الثقافي للمركز الثقافي عائشه العولقي، هناك من الاعلاميين من الفنانين من المبدعين اليمنيين، يعني لا المركز الثقافي محاصرهم في تهديدات في كل شيء، عندنا كثير، فالوقت ما يسمح لنا نتكلم معكم باشياء كثيره ولن تعطونا وقتنا الكافي، فهنا انا وثائق امامي اتحدث عنها ولكن ساعطي الفرصه لغيري كمان وانتم.
نعم بما ترون. رمزي لم يعد لدي وقت، شكرا جزيلا لك رمزي الفندي، وانت صحفي كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الان ينضم الينا من سويسرا الاستاذ نبيل الاسيدي، هو عضو مجلس نقابه الصحفيين اليمنيين، وهو ايضا صاحب حمله اللهم لا حسد للتحدث ايضا والكشف عن الفساد في اروقه الحكومه الشرعيه. مرحبا بك سيد نبيل، اهلا بك، مساء الخير. مساء النور والصحه. أهلا بك سيد نبيل، لن أسألك عن أداء السفارات، ربما هذا السؤال أصبح ليس وقته، الضيوف تحدثوا والكل يعلم الأداء السيء والمخزي للسفارات الجمهورية اليمنية حول العالم، برأيك ما سبب كل هذا السوء وكل هذا الفساد؟ طبعا الحديث عن موضوع السفارات هو الفساد الحاصل في السفارات هو لا يعني أو مرتبط بهذه الشخصيات، كانت سفراء أو دبلوماسيين أو غيرهم، بل يرتبط بمنظومة أكبر وهي منظومة الفساد داخل الدولة. نعم. وبالتحديد داخل مؤسسة الرئاسة. ما حدث منذ 2015 حصل خلل كبير في منظومة الرئاسة وفي منظومة الدولة وفي آلية الوظيفة العامة. نعم. بالتالي كانت هذه المنتجات يعني التي ظهرت منها يعني الفساد في السفارات او في البعثات او غيرها، قد يكون فساد السفارات ربما هو جزء يسير من الفساد الحاصل، لكن هناك صحيح انه هناك ظهرت الكثير من الحوادث بسبب السفارات لاسباب معينه، انها مرتبطه بالطلاب والطلاب في الخارج، وكان لهم ايضا دور في ايصال اصواتهم ورسائلهم، تتمتعوا بجزء من الحريه في تلك البلدان فاستطاعوا ايصال اصواتهم ورسائلهم، وبالتالي ظهرت مثل هذه الفساد. انا اتمنى على الذين تحدثوا من قبل ان يكون الحديث حينما يكون دائما بالوثائق، لانها ستتحول القضيه الى معارك شخصيه ليس لها داعي. من يمتلك الوثيقه ومن يمتلك المعلومه موثقه عليه ان ينشرها، ادوات التواصل الاجتماعي كفيله بذلك. اما ان الوثائق لدي وعندي ومدريش ومخبيهن، هذا كلام لا يجوز حتى وان كانت المعلومات صحيحه. هذا اولا. الامر الاهم نحن نتحدث عن فساد في المنظومه لمؤسسه الدوله. وبالتالي هناك نخر للوظيفه العامه، وهناك ايضا يعني تجريف للوظيفه، ايضا معايير التوظيف من خارج السلك الدبلوماسي، من خارج الكادر المؤسسي للدوله، هو ادى الى هذا الفساد. ايضا هناك نقطه مهمه هي غياب ادوات الرقابه، يعني مثلا الهيئه العامه لمكافحة الفساد مغيبة، أيضا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مغيب. هذا يعني حينما تكون أدوات الرقابة وأدوات المحاسبة غائبة فليفعلوا ما يشاؤون، هذا تم تغييب هذه المؤسستين المهمة. أيضا هناك تغييب شبه كامل لمؤسسة القضاء، وبالتالي لا يستطيع أحد اللجوء إلى القضاء لأخذ حقه. من هنا كان يعني كان في عدد من الأسباب المتداخلة التي أدت إلى كمية الفساد. نحن الآن نتحدث عن هامش الفساد في السفارات، ما يحصل في السفارات هذا هامش. هناك الفساد في الجيش، وهناك الفساد في مسألة النفط والغاز، ومسألة الفساد داخل التصاريح الممولة لجهات معينة. أيضا ظهور شخصيات أصبحت تحولت مؤسسة الرئاسة بمعنى أصح إلى آلية تجارية مرتبطة بمصالح. أضف إلى نقطة مهمة، يعني هناك للأسف الشديد الجميع وصل إلى قناعة بأن الدولة أو الحكومة أو رجالات الدولة الحاليين مؤمنين تماما بأنهم ليسوا رجال المرحلة القادمة، وأن بقائهم في السلطة لن يطول. فللأسف الشديد هناك دولة تعمل بأنها لن تعود إلى الداخل أبدا، وهناك مسؤولين في الدولة يتعاملوا مع الوظيفة العامة ومختلفة ناهبين لأنهم لن يكونوا في المرحلة القادمة. للأسف الدولة تتعامل كميليشيات، بينما تحاول الميليشيات
الحوثية أن تتعامل كدولة. والفساد أيضا هناك ينخر ما تبقى من مؤسسات الدولة الموجودة في صنعاء، يعني هناك نخر سلالي للمؤسسات القائمة التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. نعم. وهناك أيضا نخر إذا كانت المشكلة من رأس الدولة، إذا كانت المشكلة من رأس الهرم، ما الذي يمكن القيام به لإيقاف كل هذا العبث غير النشر والتوثيق كما قلت؟ لابد في هذه المرحلة لابد من الصمود وإيصال صوت الناس، ولابد من مواجهة الفاسدين. مواجهة الفاسدين هذه ليست بالأمر الهين، هم لديهم جيش جرار من المتنفعين الذين استفادوا من هذه الوظيفة، استفادوا من هذه السلطة الفاسدة، استفادوا أيضا من السلطة التي لا تريد أن تحكم البلد، التي لا تريد الدولة، التي لا تريد القانون. لقد عملوا خلال الخمس السنوات هذه على نخر الدستور وعلى إهمال القانون. لا يوجد أي قضايا ذات ارتباطات قانونية أو وفق الدستور أو وفق القانون. ما يحصل الآن هم أشبه بآلية العصابة التي استحكمت على الدولة. بالتالي نحن نشعر بالأسى، هؤلاء اليمنيين الذين خرجوا من أجل انتخاب هذه السلطة وخرجوا بمئات الآلاف عملا في التغيير والحرية وما إلى ذلك، خرجوا بثورة، لكن للأسف يعني كان هناك ناهشون قدامى للدولة، فأتى ناهشون أشد وطأة جدد لهذه الدولة. نعم، وضحت الفكرة أستاذ نبيل. للأسف لم يعد لدي وقت. سؤال أخير باختصار أستاذ نبيل لو سمحت. مؤخرا كثر الحديث عن وجود عاملين في سفارات اليمنية من جنسيات أخرى، ما مدى قانونية هذا الأمر، ولماذا تلجأ أصلا السفارات اليمنية في الخارج لتوظيف من جنسيات أخرى واليمنيين مشردين حول العالم ومحتاجين مثل هكذا الوظائف؟ طبعا هناك هذه القضية هي قضية مطروحة من أول من سابق، لكن هناك كانت معايير سابقا. مثلا هؤلاء يعتبرون موظفين محليين، وبالتالي ليسوا موظفين دبلوماسيين عبر الخارجية، لأنه سيكون راتبه بالراتب المحلي، ليس بالراتب المحلي ولكن راتب أقل من راتب الدبلوماسي. وأيضا لن يكون هناك أي التزامات مثلا سكن وغيرها من الميزات المخصصة بالدبلوماسي. فدائما في الوظائف المساعدة كانوا يستخدموا موظفين من البلد المقيمين فيها، يعني ويكونوا إما عرب من السودان أو من سوريا أو من لبنان أو غيرها، لأنه تكون رواتبهم أقل ولا يحظوا بالمميزات الدبلوماسية الخاصة بالدبلوماسيين. نعم. لكن مع الحرب وخروج وتشرد اليمنيين الكثير أصبحت هناك كفاءات موجودة في الخارج. صحيح. وبالتالي كان من الإمكان الاستفادة منهم لحل محل هؤلاء، مع أنهم سيكونوا أقل خبرة من هناك من لهم عاملين في السفارة منذ 14 و20 سنة، وبالتالي يحتاجوا إلى خبرة أكثر. يعني هذه القضية هي جزء بسيط. أنا أتحدث حتى الفساد الكبير اللي في السفارات والأموال التي تؤخذ، الرسوم غير القانونية أو غير المنظورة أو الدخل القنصلي، هذه ربما لا تشكل إلا 1% من الفساد الحاصل في منظومة الدولة أو منظومة الحكومة الشرعية. نعم أستاذ نبيل العسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، كنت معنا من سويسرا، شكرا جزيلا لك. أشكرك جزيل الشكر أنك كنت ضيف معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من مروان يحيى من السعودية. مرحبا بك مروان. مروان، هل أنت معي؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بمروان. مروان، هل تسمعني؟ إذن حتى يعود معنا مروان، نذهب مشاهدينا الكرام لاستطلاع التصريحات التي وصلتنا بخصوص موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن عبر الواتساب. يعني مكينة جباية على المهاجرين المواطنين واللاجئين في دول المهجر والمغتربين. أي حاجة تختمها ب$10، شهادة تختمها ب$10، وتوكيل قلقي ب$20. مرة رحت ختمت لواحد صديق
تقريبا عقد زواج. قال لي هات 20 دولار. قلت له طيب ما فيش معي دولارات، معي قبل جنيه. لا قال لا ايش دولار يا، رحت لعند المدير قال لي القنصل، قال لي لا ما ينفعش، لا كذا النظام حقا لانه الصرف يزيد يطلع ينقص. حسبي الله ونعم الوكيل، رحت اصرف له ورجعت معمل تمام. بس في هذا عملهم. وجدت السفارات اليمنية والقنصليات والملحقيات الثقافية في مختلف دول العالم من أجل تمثيل الدولة اليمنية ورفع رأس اليمن عاليا في هذه الدول، كذلك من أجل حفظ ورعاية حقوق المواطنين اليمنيين. وخير مثال على فساد هذه السفارات ما لاحظناه مؤخرا في مصر وفي روسيا وفي غيرها من الدول. وفساد هذه السفارات ليس وليد اللحظة بل منذ عقود، وينخر هذه الفساد في جسم السفارات وليس مقنعا بل مكشوفا، ليس مقننا بل متعمدا. وبدل أن تقوم السفارات هذه السفارات وهذه الملحقيات الثقافية بمساعدة الرعاية اليمنيين وخدمتهم ومساعدة الطلاب اليمنيين، نجد أنها عبء، أصبحت عبء على المواطن اليمني وتأخذ منهم جبايات. فالمواطن اليمني أي خدمة يريد أن يحصل عليها من هذه السفارات في دول المهجر بمقابل، يعني كأن السفارات هذه تأخذ جبايات من المواطن اليمني ومن الطلاب اليمنيين في بلد المهجر. كذلك مثلا عندنا في دلهي وجود السفارة وعدمها سواء، لا نجد أي خدمات تقدمها السفارة اليمنية للمواطن وللطالب اليمني في الهند. الملحقية الثقافية تتعامل بانتقائية مع الطلاب، حيث أن الطالب لا يستطيع التواصل مع الملحق الثقافي، يصل الطالب إلى مبنى الملحقية ويجلس لساعات ووقت كبير من أجل أن يؤذن له بالدخول إلى مبنى الملحقية. تعميد الشهائد بمقابل برسوم، ويتأخر هذا التعميد لشهور. أولا من حيث أتى السفير إلى الآن ولم يقدم أي شيء أن المسه أو ملموس للطالب اليمني أو للمواطن اليمني في الخارج، بل بالعكس قدم إهانات وتعاملات همجية ضد الطلاب بشكل خاص وضد الجالية اليمنية بشكل عام. مثلا من الأحداث الأخيرة التي حصلت بداية شهر أكتوبر من سجن الطلاب وإغلاق السفارة بوجوههم والتعامل الهمجي اللي صار معهم من السفير، حتى الآن لم يجد أي أو لم يعمل أي حل جذري للمشاكل، بل بالعكس حتى الآن لم يسمح لأكثر من طالبين دخول السفارة، عمل على صناديق لأخذ التلفونات من أي مواطن يمني أو أي طالب يدخل اليمن السفارة اليمنية أو الملحقية. نحن كطلاب يؤلمنا الصمت جدا من الداخل. أنا أتساءل هل عجزت وزارة الخارجية عن إيجاد دبلوماسي حقيقي يمثل الجمهورية اليمنية في الخارج ويخدم المواطن؟ أتمنى كذلك من الإعلام أن يقدم الصورة الحقيقية لمطالب الطلاب على المستوى العام، ليس على مستوى الشخصي أو على مستوى كما يصورها هو السفير شخصيا أنها أحزاب وما إلى ذلك. وأشكر كثيرا جدا. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة. أشكر كل من كان ضيف معي في هذه الحلقة، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، والشكر موصول لكم أيضا من زميلي معد هذه الحلقة الزميل عمر النهمي. نلقاكم على خير في حلقة قادمة. إلى اللقاء في أمان الله.